سألنا المستمعين عن رأيهم بمراقبة الصحفيين لكل تصرفات النواب وتصويرها تحت قبة البرلمان، وكانت هاي إجاباتهم. المايك معك. صباح الخير طارق، معك بتول. يعني بصراحة شو هالنائب اللي بقبة البرلمان قاعد عماله بيدخن وبيخالف أبسط قانون اللي هو منع التدخين في الأماكن العامة. أنا بشكر الصحفي هذا اللي صوره، ولازم يعطوه جائزة أفضل مصور صحفي بعام 2020. صباح الخير ويعطيكم العافية. الأمور الخاصة في الأماكن الخاصة، بس هذا المكان عام وعام جدا، وممثلين الشعب من حق الشعب أنهم يكونوا عارفين شو بيصير تحت القبة. صراحة يعني إحنا بنعرف حجم الأداء الرهيب اللي قاعدين بيعملوه، فأعتقد أنه هم اللي فتحوا هذا الباب على أنفسهم، هاي بداية. ثانيا هذا الإشي موجود في كل العالم، دائما الناس اللي في مجال الخدمة العامة هم بيكونوا تحت الأضواء، فهم كمان من واجبهم أنهم يراقبوا تصرفاتهم. ألو، صباح الخير سيد طارق، يعطيك العافية. بالنسبة للنائب والصحفي، النائب طول ما هو بيته خاص دخل المجلس صار عام، من حق اي واحد يصوره، من حق اي واحد خلص دخلت المؤتمر، ما بس اللي قاعد تحكي نكت، تحكي في شيء تتناقش اكثر من نكت ومن الرسائل اللي بتصير بيناتهم. اجلوها يا اخي، اجلوها بعد ما يطلعوا من الجلسة اذا حضروا يعني. بس صباح الخير يا طارق، كيفك؟ انا كمان طرحك بدي اقسمه قسمين. هسا واحد قاعد بشوف موبايله اجته مسج، يمكن في عنده حالة طارئة كذا، صحيح ما في داعي لأنه ننشرها أو أنه المصور يصورها، بس ممكن تفهمني بأي قانون نائب بدخن تحت قبة البرلمان؟ يا أخي، هل هو مسموح قانونيا أنه يدخن جوا قبة البرلمان؟ ما هو كمان إشو منه يعني، يعني اثنين بتحدثوا طيب ماشي، بس قاعد بتدخن ولا نايم ولا قاعد تقزقز بزر زهقان، معلش احترم المكان اللي أنت فيه على الأقل يعني، وال 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 والعباء اللي أنت لابسها. صباح الخير طارق. هلا بغض النظر انه يعني انهم تحت القبة وبيراقبوا وما بيراقبوا، بس اجمالا بمجتمعنا احنا كتير منتشر عادة التصوير والإساءة بالتصوير يعني بالبرلمان وغير البرلمان، لازم يتلاقى لها حل على فكرة هاي القصة. يسعد صباحك اخوي طارق. بالنسبة للموضوع يعني انت لازم تحترم المكان اللي انت فيه، يعني اكيد انا مش تحت القبة قاعد ببعث لهذا رسالة وببعث لهذا رسالة، عيب عيب عيب. انت في 10 مليون بسلوك برا وقاعدين بتطلعوا عليك، مش عشان تبعث لي، وانت شفت الرسائل اللي بيبعتوها اصلا، عيب عيب عيب. اقسم صارت الدول الثانية تعلق علينا، انفضحنا. صباح طارق. طارق بس بدي اعلق على شغلة النائب. الآن الإخوان اللي راحوا انتخبوا بطلع لك تعلق وتروح تحاسب النائب وتعمل كل شيء بدك إياه، أما 70% من الشعب اللي ما انتخبت بما إنها ما راحت حطت صوتها في الانتخابات، حتى أنا بفضل ما نسمع صوتها على الراديو. المايك معك.